السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. طبعا مشاهدينا الكرام، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني غاراته على قطاع غزة لليوم 11 على التوالي، حيث استهدفت تلك الغارات منازل مدنيين في رفح وخان يونس ومناطق متفرقة من القطاع. وارتكب الكيان الصهيوني مجازر مروعة ضد المحاصرين في قطاع غزة وسط تعالي الأصوات لمحاسبة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو باعتباره مجرم حرب، بعد قتله الجرحى في المستشفيات بشكل وحشي ودون رحمة، انتقاما لهزيمته أمام المقاومة الفلسطينية. من ضمن المجازر التي ارتكبها هي المجزرة المروعة التي ارتكبت قبل ساعات قليلة في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والتي راح ضحيتها المئات من سكان قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن من الجرحى الراقدين فيها. دعونا مشاهدينا الكرام نشاهد اللقطات الأولى التي توثق هذه المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني. يا الله يا الله يا الله، مستشفى يا رب يا رب. علينا حسبي الله ونعم الوكيل. مش قادر اشوف شبشبي. علينا هون بتطلع ستي. ايش هذا؟ حسبي الله. احنا قاعدين شاملين ماخذين اليوم من الدار، قاعدين عند خالي في المستشفى. بدنا نقعد قلب الدار جوا. قديش عدد الناس اللي في المستشفى؟ فينك الفوق الحلقة الأولى فات؟ ما يقارب 5000 وأكثر والله. ضرب المستشفى؟ والله العظيم ضرب المستشفى، وأخويا الصاوة وأبويا الصاوة. والله صادقه، بس الحمد لله ربنا على الظالم، ربنا مش هينساني. مشاهدينا الكرام، نستعرض الآن التغريدات أو التعليقات التي وردت بشأن وسم مجزرة مستشفى المعمداني الذي تصدر ترند منصة إكس في عدد من البلدان العربية. علي العمر يقول: يستهدفون المستشفيات ويقتلون المئات من الجرحى الأبرياء العزل، هم ضحايا جرائم أخرى اقترفتها أيديهم المجرمة، ثم يحدثونك عن الإرهاب الإسلامي. لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، والأيام دول. بركات يقول: مجزرة مستشفى المعمداني منطقيا، إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء بقصفها المستشفى، ومن المفترض أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر بعد هذه الكارثة، بعد اليأس من العرب وفزعة محور المقاومة. نورا تقول: قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة، المستشفى يتم به علاج الأطفال والمصابين، راح ضحية القصف مئات الشهداء، تناثرت جثثهم في كل مكان. قصف المستشفيات نهج اتبعه بشار الأسد وروسيا في سوريا، وهو ما تتبعه إسرائيل في غزة اليوم. وسعود يقول: أكثر من 500 شهيد وقتيل مدنيين عزل، عائلات وأطفال ونساء وشيوخ، مرضى وجرحى، أطباء وممرضون يبادون جماعيا في مجزرة مستشفى المعمداني، والعالم الصامت يتفرج على إبادة شعب. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في منصة إكس. دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يعتمد العراقيون منذ 33 عاما على مشروع البطاقة التموينية الذي ابتكره العراق عام 1991، وذلك لمواجهة الحصار الاقتصادي. وحظي المشروع بإشادة منظمات وخبراء اقتصاديين بفضل قدرته على انتشال العراقيين من المجاعة في ظل الحصار،
إلا أنه يشهد اليوم خللاً في إدارته وتراجعاً في كمية المواد الممنوحة للمستفيدين من البطاقة، فضلاً عن توزيع مفردات غير صالحة للاستهلاك البشري. وبسبب الفساد والفشل في إدارة هذا الملف من قبل وزارة التجارة، يعاني المواطنون لا سيما الفقراء والكادحون ومحدودو الدخل من آثار انخفاض في قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، تزامناً مع الارتفاع المضطرد بأسعار السلع الغذائية في ظل تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية منذ 3 أشهر، بحسب وكلاء أكدوا توزيع حصة شهر 8 في الشهر العاشر دون أن تقوم هذه الوكالة بتوزيع حصص شهري 9 و10. دعونا نشاهد. كم شهر هاي الحصة؟ هاي حصة الشهر الثامن. الشهر الثامن والتاسع؟ التاسع ما بيع. شلون يعني؟ ما الثامن ما الثالث يسحب. بس هاي حصة حجي؟ هاي يقول مال الثامن. هاي مال الثامن. قطعوها بالتاسع. أعرف قطعوها بالعاشر. أنا قصدي هسه حصة الثامن موجودة والتاسع. التاسع لحد ما. نشكرك حجينا. خلاص. نطالب بتحسين المواد الغذائية على وزارة التجارة، يعني الزيت نوعية مو زينة. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع بشأن هذا الملف. تشير إحصائيات إلى أن 80% أو أكثر من الشعب العراقي هو مجموع المستفيدين من البطاقة التموينية، وحاولت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 في أكثر من مرة أن تقوم بإلغائها، لكن الأمر أو له تبعات وخيمة بالنسبة لهذه الحكومة قبل أن تقدم على حجبها عمن يبلغ راتبه أكثر من 1,000,000 دينار عراقي، فضلا عمن اختار الهجرة إلى الخارج هربا من جحيم الحياة في العراق. واعتاد العراقيون على الفضائح المتعلقة بجودة المواد الغذائية التي يتم استيرادها عن طريق وزارة التجارة، ولم يعد مستغربا أن يتداول العراقيون صورا لرداءة المواد الموزعة عليهم والتي تقوم بشرائها الحكومة من أسوأ المناشئ. لكن المثير للاستغراب أن حصة الأرز التي وزعت مؤخرا على المواطنين احتوت على برادة حديد وفقا لوكيل البطاقة التموينية في محافظة صلاح الدين. دعونا نشاهد. هذا 2 زوية. هذا من الزوية هذا. بيدود. وفي حديد 5. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات أو نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. نوفل يقول: لو باقي على الدود أفضل، على الأقل يصير علف حيواني. هسه ما تقدر تخلي علف للحيوانات، أو ما تقدر تخليه علف للحيوانات. مروان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على هالحكومة، وين النزاهة؟ إسماعيل يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وصل الفساد في التموين والتربية. وخالد يقول: عادي، الحديد مفيد للجسم والدود ببروتينات. طبعا خالد يتهكم على هذا الموضوع. طيب مشاهدينا الكرام، دعونا الآن نستقبل ونستمع لرأي السيد أبو جعفر من بغداد. تفضل يا أبو جعفر. أبو جعفر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. علي لي صوتك يا أبو جعفر حتى أسمعك. ما نعرف نبدي من الدود اللي من لا أنا أريد صراحة قبل الدود وقبل القضية العراقية أريد تنطيني رأيك وتعليقك على المجازر اللي دي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل، ووينهم ذولا جماعة المقاومة وقادمون يا أقصى من نصرة المستضعفين في فلسطين، وينهم؟ أنا
المجازر اللي في فلسطين هي قضية مو جديدة. يعني احنا العراق من دخل الاحتلال للعراق في 2003 ومن ضربة الامريكان بال91 كل الدول العربية والاسلامية هي تنظر لما يحدث في العراق ولا بواس علينا. والان ما يحصل في فلسطين يا عزيزي لا يوجد أي رادع لهؤلاء الصهاينة. أنا أقول أين الذين يدعون المقاومة من طرف من كل الأطراف إن كانوا من السنة أو كانوا من الشيعة. هذه هي الآن فلسطين مفتوحة لكم فاذهبوا. شنو اللي يمنعهم من الذهاب؟ يعني تمنعهم إمكانيات عسكرية، لا تمنعهم طرق مهيئة. عندك سوريا مفتوحة وخط ربط يقدرون من خلالها يروحون للكيان الصهيوني، ليش ما يروحون؟ ليش ما يستغلوها؟ جماعة حسن نصر الله وينهم ذولا اللي صدعوا رؤوس العالم ببطولاتهم الخرافية؟ وينهم عن ضرب الكيان الصهيوني وهم بينهم وبينه مرمى حجر؟ عزيزي أنت تعلم والكثير يعلمون أن كل هؤلاء الأسماء هم لا يوجد عندهم أي شيء من الدين. لا يوجد لديهم أي شيء من العروبة والدفاع عن العرب والإسلام والمسلمين. أصلاً أن فلسطين عندهم أرض منسوخة لا يوجد فيها أي مقدس. أنت ماذا تقول يا عزيزي؟ أنا أقول هؤلاء كلهم شعاراتهم كاذبة. شعاراتهم لقضية إعلامية تثير الناس أن نحن نجاهد ونحن سنفعل ونحن نتظاهر من أجل فلسطين. الآن الدول العربية أكثرها تعاني من احتلال إن كان أمريكي أو كان من دول أخرى. أين هؤلاء الفضائل حتى يحررون من الفاسدين الذين يحكمون البلاد الآن؟ العراق الفساد الذي فيه بدأ ما بدأ عليه، ماذا يعطي المرجع أو غيره فتوى حتى يغير ما في العراق؟ حتى وصلت الفكرة أبو جعفر. طبعا حقيقة احنا ما نقدر نجزأ أو نستثني هاي الميليشيات الموجودة اليوم في العراق من ما يجري من فساد ودمار وتخريب وتدمير للمجتمع وللدولة العراقية ونهب للثروات. هم الأساس وهم الأصل فيما يحدث من خراب، لأنه أحزابهم السياسية الآن هي بالأصل ميليشيات اليوم دخلت بالسياسة، لكن أصلها جماعات مسلحة تحمل السلاح خارج إطار الدولة وأي دولة طبعا، وهي تثير الرعب والإرهاب في نفوس العراقيين ودمرت البلد وسرقت ثرواته وتنهب اليوم باسم الدين وباسم المقاومة وباسم هاي الشعارات الوهمية اللي ضحكوا بها على عقول البسطاء للأسف. أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. حياك الله. الله يحييكم. ما أعرف أرد أسأل هاي المقاولة والمماتعة وينكم عن هاي المجازر في فلسطين؟ مجازر إسرائيلية على الشعب الفلسطيني البريء. فلكم 20 سنة جيت توضون بالعراق وتريدون تصلون بالقدس. 20 سنة عافية وضوء عافية صلاة ما خلصت. يلا هاي فلسطين قدامكم عمي، هاي فلسطين. قيادات بحماس مؤخرا تعاتب وتنتقد وتقول وينهم جماعة العراق ذولا؟ وينهم؟ هم ورطوا حماس، ورطوا الفصائل الفلسطينية إيران ودول العباسيون وإرهابيون وزينبيون والحشد. أنتوا وينكم؟ وينكم يلا عن فلسطين؟ صدعتوا رؤوسنا، صاركم 20 سنة. أنتوا مقاولتكم ومماتعتكم بس على الشعب العراقي البريء. طيب سؤال أبو علي، سؤال من خلالك يوجه عن السبعاوي هذا المسكين العراقي. سؤال أبو علي بس لحظة، سؤال بس حتى لا تبعدنا عن الموضوع. أبو علي لا تبعدنا عن الموضوع، اسمعني عيني أبو علي. أبو علي نعم، بس بلا زحمة عليك حتى لا نبتعد عن الموضوع الرئيسي. أنا سؤالي لحماة المقدسات اللي يسمون نفسهم، وكل واحد ما شاء الله الحاج المجاهد. لا، وأحلى شيء
ذول اللي يعتبرون الآلة الإعلامية لهاي الميليشيات ينشرون صورة، واحد منهم ناشر صورة لهذا الميليشياوي أبو آلاء الولائي واقف في لبنان على تلة وينظر إلى الجانب الفلسطيني المحتل ويقول لك الحاج المجاهد أبو آلاء الولائي وهو ينظر إلى أرض المعركة. طيب وين يعني أبو آلاء الولائي ما يعبر ويشيت بأرض المعركة لو بس باقين تتفرجون وشعارات كاذبة؟ واقفين ينتظرون الأوامر تجي، ما أعرف منين تجي. بس حسن زميرة قاتل بالسرداب افتهمنا. زين أبو الصواويخ أنتوا وينكم؟ أنتوا وينكم؟ صاركم 20 سنة أنتوا مقاولتكم وما تعتكم. لا لا مو 20، لا لا اسمح لي من سنة 1979 لما حط الخميني رجله بأرض إيران، قادمون يا أقصى وفيلق القدس وهاي الميليشيات اللي كلها تقاتل باسم فلسطين وتحرير القدس وتحرير الأقصى، وينكم من 1979؟ أستاذ محمد هؤلاء العملاء المدللين لإسرائيل، هؤلاء الميليشيات مشروعهم مو تحرير القدس، مشروعهم تحرير الدول العربية، مشروعهم هدم الكعبة المشرفة، هذا مشروعهم. أنا أبو علي النجفي ابن النجف وأعرف ماذا يفكرون هؤلاء الميليشيات الشيعية الإرهابية. كلمة قالها بتسجيل مصور وموجود على اليوتيوب والكل يقدر يشوفه، الإرهابي أبو مهدي المهندس صوروه. نعم. فده يسأل واحد ده يقول له ها تحرير القدس إن شاء الله، قال له لا القدس إن شاء الله بعدين، الأهم تحرير السعودية. نعم يعني نعم يعني السعودية بالنسبة له أهم من تحرير الأقصى، لأن هو عنده عداوة ويا العائلة الحاكمة بالسعودية، لكن هو شعارات قادمون يا أقصى هاي لا مو مهم هسه، الأهم السعودية. يقول لك أخي الآن الأمور كلها صارت واضحة. الأمور كلها صار احنا نعرفهم. نعم. من زمان هؤلاء عملاء مدللين لإسرائيل وأمريكا وبريطانيا وحتى أوروبا. نعم. بس أنا أقول للقطيع والعبيد اللي جاي يمشون وراهم يلا تفضلوا، ما تقولوا لهم يلا هاي القدس قدامكم. أي. ما يروحون عمي، ما يروحون ناس. نعم. دجالة نصابة. نعم انكشفوا على حقيقتهم. أنا أشكرك أبو علي من لندن، شكرا جزيلا. نسمع رأي محمد من أمريكا، تفضل يا محمد. عليكم أستاذ محمد، أحييك وحي قناة الرافدين البطلة. كل الهلا. عزيزي مال شغلة فلسطين. هم جايين ذول الحشد وغير الحشد، ذول يدعون نفسهم مقاومة، قسما بالله تدمير العرب. نعم. ليس عرب يبقى عربي. نعم. قسما بالله لو باليوم هسه يروحوا يفجرون بيت الله، ليش ما طلع السيستاني بس وقت مناطق السنية يطلع الحشد عليه؟ طلع المناطق السنية هاي القدس الصهاينة. بالضبط بالضبط. سؤال جميل جدا، ليش الكيان الصهيوني إرهابه يقل عن إرهاب داعش؟ ليش ما طلعوا فتوى حتى يحركون هاي الميليشيات؟ صحيح كلام جميل، سؤال مهم. نعم قسما بالله استاذ محمد شغله مقصوده. هم يشتغلون صالح كلهم صالح اسرائيل قسما بالله. ليس للعرب، هم يجون هون العرب، يجون العرب. واصحوا يا العرب اصحوا، وقت تصحون لا تظلون نايمين، عم اصحوا قسما بالله. حيدمرون العرب كله يحيلون العرب. هم ذول يدعون نفسهم مقاومة، ذول الحشد الإيراني وجيش المهدي، حشاك السافل، ذول كلهم تابعين لإسرائيل، ليس للعرب. قسما بالله هم ضد العرب. لو بيدوا يطبوا بيت الله روح يفجروا قسما بالله. هذا بيت الله مو فجرها، هم جيش المهدي. سؤال نقطة طرحتها حضرتك، تطرح تخلينا نطرح سؤال جدا مهم. المقدسات اللي انذبح على أساسها آلاف من المواطنين العراقيين الأبرياء في العراق وفي سوريا وفي اليمن، هاي المقدسات اللي هم راحوا لحمايتها، طيب بيت المقدس مو من المقدسات؟ يعني مو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين اللي دي تنتهك حرماته ويدخلون بي الصهاينة والمستوطنين ليل نهار، وهي من الأسباب اللي قادت أصلا إلى عملية طوفان الأقصى، هاي الاستفزازات المستمرة بالمسجد الأقصى. ليش ما راحوا هناك يدافعون عن المسجد الأقصى؟ لو مقام السيد خوصة وما أعرف منهم ذولا أهم وأقدس من المسجد الأقصى. قسم بالله سيد محمد لا يروح للقدس، حتى القدس يفجروها. شلون فجروا بيت الله بغداد؟ نعم. بالكاظميات شدوا الإمام علي. نعم. مودي المهجامع شدوا بالمنارة فجروا جماعة الجيش المهدي بالكاظميات، كيف ما يدرون؟ شكرا جزيلا. نعم وصلت الفكره سيد محمد من امريكا، انا اشكرك. ويانا سؤال ويانا السيد ابو احمد من ميسان، تفضل يا ابو احمد.
السلام عليكم استاذ محمد الفاضل. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. الله يحفظك استاذ. الى متى الى متى العالم تباوع؟ يعني احنا لا والله احنا ناس فقراء، يعني نباوع نشوف الاطفال ونشوف هاي، يعني ناس يعني تتفرج ها صار سنين. الى متى المستشفيات ترسد بده يروح للاستاذ؟ نعم. الى متى يعني هذا العالم تباوع؟ ماكو فد رجعه يعني من ذي السنه هاي السنه والله العظيم. يعني احنا من يمنا حالتنا، انا من العراق احكي لك، من العمار استاذ. نعم. بده يروح لك يعني. الله ما هسه الله سبحانه وتعالى ما نزع عليهم سخط سخط الاسرائيليين استاذ محمد. بده يروح لك. وانا عندي شويه مناشده لك، ما عندي رصيد ترى. تفضل ابو احمد. عندي طفل من خلال هذا البرنامج مالكم، عندي طفل هاي علاجه صار شهرين خلص بالقران، ما عندي اجيب له. يعني اريد من خلال البرنامج يعني قناة الرافدين البطلة المجاهدة تباوع على حالي، لأن يعني افتريت المراكز كلها المستشفيات ما حسوا على إشارة إن شاء الله بإذن الله. الله يكون بالعون. وصلت يا أبو أحمد. أنا أشكر حضرتك، مناشدتك وصلت وصوتك وصل، وأنت أكثر من مرة حضرتك شاركت ويانا. وإن شاء الله من يستطيع مساعدة السيد أبو أحمد من نيسان، عنده حالة إنسانية، طفل مريض وما عنده الإمكانية لتوفير العلاج لهذا الطفل، إن شاء الله من يستطيع أن يساعدك إحنا حنكون حلقة وصل بينك وبينه بإذن الله. أشكرك سيد أبو أحمد، والله يكون بالعون. نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، وننتقل إلى موضوع آخر ضمن مواضيعنا، إلى ملف التعليم والمدارس ومعاناة الطلبة مع العام الدراسي الجديد. التحق نحو 12 مليون طالب وطالبة من محافظات العراق المختلفة لمقاعد الدراسة أو إلى مقاعد الدراسة مع مطلع الشهر الحالي، لكن صور هناك تؤكد عدم وجود مقاعد دراسية في العديد من المدارس وعدم وجود كتب ومناهج صالحة للقراءة. هذه الصور عكرت صفو العام الدراسي في وقت مبكر. طبعا وزارة التربية كانت قد أعلنت عن تجهيز المدارس بمقاعد دراسية، لكن الصور التي رصدها تربويون أكدت غياب الجودة والمتانة عن هذه المقاعد التي تكسر خشبها مع أول أسبوع بسبب رداءة موادها الأولية. لنشاهد الرحلات اللي اشتغلتها وزارة التربية بعد ما شاديها واضحة نوعية الخشب أسوأ نوعية، أبدأ نوعية واضحة بالله مكسرة واضحة. هاي بعتي لما نشتغل البوطة ومكسرة بعض يساج قد الضر سنة سنتين وعوج كلهم عوج. هاي شغل وزارة التربية. تفضل يساج بعتي. نكمل مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. بالرغم من مرور أسبوعين على بدء العام الدراسي في العراق، إلا أن غالبية مدارس البلد لم تتسلم الكتب الدراسية بالتزامن مع نقص كبير في مقاعد المدارس التي يعود إليها الطلبة، ما يضطر الأهالي إلى شراء مقاعد بلاستيكية لكي يجلس عليها أطفالهم في المدارس. وأضحى مشهد عدم وجود مقاعد دراسية في العديد من المدارس العراقية التي لم تشملها وزارة التربية بمقاعدها الرديئة أصبحت علامة فارقة من علامات هذا العام. ففي مدينة الصدر في العاصمة بغداد أظهرت صور ملتقطة اليوم خلو القاعات الصفية لإحدى الثانويات من المقاعد الدراسية وسط صمت حكومي مطبق بشأن هذه المشاهد. لنشاهد. هاي مدرسة السفية، مدرسة لمنطقة السفية ثانوية النساء المفترضة، هنا صف خامس أدبي، ما بي صف ولا أي رحلة. هاي أنتم إذا تشوفون قدامكم ما بي أي رحلة. لزموا الطلاب لين قالولهم، لين لزموا الطلاب كلهم قصدهم أسبوعين قالولهم رحلات ماكو، إحنا وين نقعد؟ المدرب يجي المدير والمدرس يقولون لنا والله شنو إحنا شو نسوي لكم؟ جيبوا زوال وقعد بالقاع. هاي مدرسة هذه يا اللي هاي وإعدادية فوقها يا ريت ابتدائية همينة. نستعرض الآن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام بشأن هذين المقطعين. صباح يقول: مع الأسف هذا الحال في بعض مدارس العراق وهو أغنى بلد في العالم. تعليق من أحمد يقول: المهرجانات ودعوة الفنانين العرب أولى من توفير الرحلات. طبعا يقول هذا الكلام تهكما بالنسبة للحكومة. علي يقول: الله أكبر، وين بعد نوصل بهالمصيبة؟ هاي وإحنا سنة 2023. تعليق من العابد يقول:
نسخة منه إلى وزير التربية ومدير تربية المحافظة التي تتبع لها هذه المدرسة. مع الأسف الشديد نحن بسنة 2023. محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا عندي تعليق وتعقيب يعني على هذا الأخ أبو علي من النجف. أي. مسوي نفسه من النجف، هو ما يصير يعني هذا الحكي. ها. يا أخي ما يصير. ليش ما يصير؟ المفروض يعني المفروض من قناة الرافدين يعني جاي يعني الشعب الفلسطيني جاي يستباح. نعم. وجاي يعني كل قادة الفصائل المقاومة يعني اللي حضرتكم يعني انتم ما راضين عليهم، ما عرفتم علي من ما راضين، ما نعرفتهم لحد الان. يعني لحد الان بس هم المستهدف جاي يستهدفون اسرائيل. طين واحد وقف منعتهم من آل سعود. يا هو بعد يعني طيب. كلام 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 جميل. طب تمام، وحده وحده خلينا نناقشها حتى يكون النقاش اخذ وعطى. تمام. اولا السيد اولا السيد ابو علي اذا انتقد مو معناها هو مو من النجف لازم يكون من الانبار اذا انتقد، لا، هذا مواطن، هذا مواطن عراقي يعني. بس لحظه احنا هذا طيب. سيد محمد اسمح لي بس خلينا ناخذ وننطي اكمل الفكره واطرح على حضرتك سؤال، جاوبني باللي عندك. تمام. هو طبعا. مواطن عراقي عبر عن رايه، انت ما عجبك رايه ما يصير تقول هذا مو من النجف او يكذب. يا اخي هذا شخص طائفي. تمام شخص تمام طائفي. ما وجهه نظرك يا اخي علي هيك خط يعني ما يصير هيك. بس اسمح لي، اهل السنه هواي اهل السنه، ملايين اهل السنه متعايشين وياهم وكل ما عندنا وياهم. تمام. على راسي شرفاء. على راسي. بس اكو جاي يصير تفرقه، جاي يصير على تفرقه، جاي يصير يذبون سمدول يا اخي. طيب اسمح لي بس، اسمح لي سيد محمد. سيد محمد بعد اذنك بس خلي ناخذ وننطي، اذا حظلت قاطعني ما راح نوصل للفكره. الشخص الطائفي اللي انت تقول عليه ولازم اقطع وياه الخط، لعد وين حريه الراي والتعبير بالعراق؟ المفروض اكو حريه راي وتعبير وتقبل للاخر. عموما هذا مو موضوعنا، خلينا نرجع بس لنقطه ذكرتها حضرتك اللي هي ما حد يقاتل غير فصائل المقاومه وقياداتها. اني سؤالي، الدعوه اللي وجهت من 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 القائد القائد العام لكتائب عز الدين القسام وجهت بتسجيل صوتي إلى الفصائل المقاومة، الفصائل المقاومة اللي سماها المقاتلة في سوريا وإيران ولبنان والعراق واليمن. تمام. دعاهم مباشرة بتسجيل صوتي إلى المشاركة والانخراط في القتال. لغاية الآن وإحنا دا نتكلم ولا فصيل من هاي الفصائل شالت سلاحها وراحت قاتلت مع المقاومة في فلسطين. السؤال يعني السؤال أفضل. السؤال هذا السلاح شنو وظيفته؟ يلا تفضل استاذ محمد. استاذ محمد احنا هاي الفصائل اللي تذكرها مال الفصائل التابعة لإيران هاي ما لنا دخل بهم، دول الغرض مالهم معروف يعني. بس احنا جاي نحكي يعني على مثل هاي الغارات اللي جاي تصير توقع على اليمن، وهاي ليش يعني لحد الان ماكو يعني ما يعني سمعنا بس واحد يعني بس سؤالي بس سؤالي، انت جاي عندك مشكله ويا السعوديين لو جاي نتكلم على قضية فلسطين اللي حضرتك طبيت تتكلم بها؟ مو اكو هو يعني واحد الحكي هو لا 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 انا سؤالي كان واضح ابو سيد محمد، انت ليش دا تريد توديني على قضايا انت عندك مشكلة شخصية وياها؟ انا سألتك سؤال واضح، اليوم موضوعنا وبداية الحلقة وبداية كلامك كانت عن المجازر في فلسطين. سؤالي كان واضح، هاي المقاومة هاي اللي تسموها مقاومة اللي هي المجموعة الميليشيات الموجودة بالعراق، بدر والعصائب والنجباء وما ادري منهم والخراساني وعباسيون وفاطميون وما ادري منهم، ذولا وينهم عن المقاومه في فلسطين؟ ليش ما شفناهم دي يقاتلون الكيان الصهيوني؟ سؤال واضح اريد جواب. ادري زين هم يقاتلونهم باي اساس يقاتلونهم؟ حلو زين الدول ليش ما الدول ساكتة؟ حلو كلام جميل. على اي اساس؟ على اساس ان هم قالوا احنا فصائل المقاومه، على أساس هم يحملون شعار قادمون يا أقصى. تمام. طيب هاي الشعارات وعدهم شعار نصرة الأقصى ونصرة القدس ونصرة الفلسطينيين. يا أخي يا الدعاء زي فأحكي ياك يعني على يعني مثلا أكو مقاومات مثلا مثل حزب الله. أي حتى حزب الله حتى يعني حزب الله حتى حزب الله لم يشارك إلى الآن بالقتال. ليش؟ لا جاي لحد الآن جاي يشارك يعني ليش؟ شوف يعني حبيبي شوف حتى بس نكون واضحين، الصواريخ اللي دا تطلق من لبنان هي من المقاومة الفلسطينية في لبنان، فبلا هاي الأفلام مال جماعة حسن نصر الله ما تمشي هنا. سؤال واضح، هاي الميليشيات الموجودة بالعراق اليوم سلاحها ضد من؟ إذا لا قاتلوا بأمريكان ولا دا يقاتلون بصهاينة، ضد من هو العد؟
ضد يعني ضد داعش ضد اي وداعش خلاص وبعدين ضد منو؟ ضد منو هسه احنا هسه مثلين على واحد هم يا اخي فلسطين دا تقول لك تعال قيادات حماس قيادات حماس اليوم شوف انا هم سلبيه شوف حتى لا تقول لي قطعت الاتصال يعني شوف سيد محمد قيادات حماس قالت وتساءلت اين المقاومه جماعه المقاومه الموجودين في هذه الدول العراق وسوريا وغيرها جماعه العراق قيس الخزعلي يطلع يقول احنا اذا قالوا لنا تعالوا نروح وهم قالوا لهم تعالوا وما راحوا ليش يا اخي الفصائل اغلبيتها يعني تبعيتها لايران ما رحم الله والديك شكرا جزيلا بارك الله بك اشكرك وصلت للنقطه خلاص جيبها من الاخير يا محمد يعني اخذنا خمس دقائق وما قطعت عليك الاتصال خمسة ونص جيبها من الاخير يا اخي جيبها من الاخير فصائل تبعيه تمام من عندنا عبد الله من صلاح الدين ابو عبد الله ابو عبد الله تفضل الله يسعدك سادي الله يسلمك حياك الله سادي هاي مال مقاومه ومقاومه هاي كلها كذب كذب نعم هذا الحكي خلي عفو هاي مقاومه على الشعب العراقي على خيرات العراق نعم لان اكو من عيدزهم هم هنا شو خلينا نقول عامل خدمه يشتغل بالعراق توجيهاتك وتجي من برا سو كذا سو كذا نعم مالي يروح على الاقصى وعلى هذا الضيم لا وين يروح هاي الحلوة ماكو من جاح المناطق السنية فرهد غرابهم فجروا بيوتهم عالم راحت ماكو غيبت بهاي السادية حتى يقول له روح الموصل يقول لك ايه صار لان بها فرهود بها فتح سوق ببغداد والله غراب ما داعش يوم يبيعون بغراب العالم الغنائم مال الحرب اخي يسموها غنائم الحرب غنائم حرب منين جاب غنائم الحرب نعم شنو احنا بقول لك بمعركة احد معركة بدر يعني هذا مو بشر وياكم عايش بنفس العراق وهذا من يطلع يحكي سنة وشيعة سنة وشيعة عيب هاي الطائفية راحت عني هاي ناس ماكو جت بهذا الباب ورطت ناس وطائفي ها السني وها الشيعي على الهوية او قتل على الهوية صار واكو ناس استفادت طبعا يبقى السؤال يبقى السؤال قائم لغاية الان ما شفنا ما سمعنا جواب واضح وصريح من الأخوة اللي يتصلون بينا اللي يدافعون عن هذه الميليشيات بالعراق يا جماعة السؤال هو ليش لغاية الآن هذه الميليشيات التي تحمل السلاح والتي تدعي المقاومة والتي تقول نحن موجودون لنصرة الأقصى ولنصرة المقدسات لماذا لغاية الآن لم يذهبوا إلى فلسطين ولم ينخرطوا في العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني أنا جابك سيد محمد تفضل يعني والي نعمتك انت تطغي عليه ماكو شيء يعني انت ماكو انت مخوص تفلش بيتك نعم مخوص تهجم على القائد مالك انت نعم كلام كلام سليم كلام سليم تهجم علي هاي اجابه تحتاج الى رد من اللي يدافعون انا اشكرك سيد ابو عبد الله من صلاح الدين تحتاج الى رد من المؤيدين والمناصرين لهذه الميليشيات الحشد ومن انضوى ضمن هذا التشكيل اللي لغاية الآن ما شفنا أعمال بطولية يعني تقرير بسيط لهيومان رايتس ووتش قالت بأنه ميليشيات الحشد ارتكبت جرائم وانتهاكات ترقى إلى ما ارتكبه داعش في العراق هذه نبذة بسيطة تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أكد بأنه كثير من فصائل الميليشيات ضمن ما يعرف بالحشد الشعبي ارتكبت عمليات اغتصاب لفتيان في المحافظات التي دخلوها تمام يعني هذا نموذج بسيط عن طبيعة وعمل والآلية التي تسير عليها هذه الميليشيات الموجودة اليوم في العراق أدعياء المقاومة وينكم يعني هي اللحظة الحاسمة اللي تثبتون الصدق من الكذب في شعاراتكم عندنا اتصال شباب اكو اتصال انا سمعت اكو اتصال عبد الله من الموصل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد عزيزي هذه ما مقاومة ذولي كتائب اللي جابتها إيران هاي كل مصالح إيران هسه لحد الآن الإيرانيين تقريبا نجحوا بمؤامرتهم وتكتيكهم نعم. هذه مال حماس وفلسطين لإكمال مشروع الصفوي بالعراق وبلبنان وكل الدول العربية اللي احتلتها إيران
هم متفقين إيران والصهاينة والأمريكان. نعم. ويقول لك على السعودية ليش ما تقاتل. عمي السعودية السعد يغلي، لكن الحكام خونة. أنت محمد اللي من بغداد، أنا جابك أبويا أخوي عزيزي. أنتوا هل عرفتوا أنه الطائفية انتهت؟ عرفتوا يعني السيد السيستاني ما وين الفتوى فتاوي مالته؟ ما يصدر فتوى للجهاد يعني طلعوا علماء، طلعوا علماء وجهات دينية. أنا ما أحب هاي التوصيفات صراحة، لكن يعني هي موجودة اليوم سنية، سنية وقالت وأفتت بحمل السلاح والتطوع للقتال. إيش عجب، إيش عجب الجماعة ساكتين؟ وأنا أعطيك معلومة أستاذ محمد. نعم. جي شهيد من الحوجة فلسطين قبل 4-5 أيام، وقبل يومين جي بالموصل أيضا شهيد. هذا رايحين سر، رايحين يعني جهاد لله. نعم. مو لا حزب ولا خف أي شيء. خف يعني ان شاء الله، بس ان شاء الله بس ما يتهموا ذول الجماعه ببغداد يقولون عليه داعشي. اشكرك. هذا محمد فتح اللحظه. اي تفضل. لكن اقول لهم يا عرب، تآمرتوا على اسد العرب وجلتوه، تفضلوا عاد قدموا. طيب. قوتكم. شكرا سيد عبد الله من الموصل، اشكرك. ويانا أبو بيداء من السويد، تفضل يا أبو بيداء. كم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هذا الأخ محمد حكى زين، نعم، يقول بالنسبة لهذا الولد اللي قبله كان يقول لك بين أم ذولا. أي. إيه. هو لو مو إيران وعراق ويساعد فلسطين. وإلا ما حد من يساعد، السعودية يساعد فلسطين. شنو نوع المساعدة؟ يساعده بكل بالأسلحة، يساعده بكل بلاش ببلاش مساعدة يحاول. بس لحظة ببلاش، هذا الكلام كله ببلاش؟ لعب بفلوس؟ نعم بفلوس. الأسلحة اللي طبت للعراق، اسمح لي، الأسلحة اللي طبت للعراق كانت أسلحة قالوا هدية من الإيرانيين، طلعت مدفوع ثمنها. اي مدفوع ثمنها، بس المهم يساعد أحسن من السعودية. يعني شنو مشكلتكم؟ انا ما افتهم هسه. انتم قايلين انتم يعني بس لحظه، يعني انتم لا شوف السعوديه يعني انا ما فايدتني بهذا القلم، ما فايدتني تمام، بس على كيفك على كيفك على كيفك، لا تاخذونا بهالاتهامات. السؤال بالحلقه كان واضح وصريح. بعيدا عن السعوديه، سؤالي كان واضح، لماذا لغايه الان في الوقت اللي طلعت فيه قيادات من كتاب عز الدين القسام ومن حماس تحدثت عن عدم مشاركة الفصائل الموجودة في العراق ودعتهم للمشاركة بالقتال وما راحوا، سؤالي لماذا لم يذهبوا إلى الآن؟ جاوبني على هذا السؤال. هم حتى السيستاني مطي جهاد على ثبات يروحون. ما هذا الكلام لم يحدث. شوف أنت يعني باوع، إذا ما عندك معلومة وجاي تقول إشاعات وكذا أسمع منك وبعدين أقول لك الله وياك. كلام غير واقعي، ما عندنا مجال هنا. انا دا اسال حضرتك سؤال واضح، ليش ما راحوا يقاتلون؟ ايه ليش ما راحوا يقاتلون؟ بالعراق هم كان عندهم داعش هم كان موجود. ايه؟ وما يقاتلون على العراق، مو صحيح؟ هسه داعش شالينا احنا بداعش. انا دا اسالك يا حبيبي يا عيني، انت دا اسالك قتال في فلسطين والمقاومة. صحيح. الفلسطينية قالت لهم أرجوكم تعالوا، ليش ما راحوا؟ يروحون إن شاء الله. يلا شكرا جزيلا أبو بيداء، أشكرك من السويد، شكرا جزيلا. إن شاء الله أقعد أدعي بلكي يروحون. يعني ما أعرف حقيقة أنتم مقتنعين يعني وبعدكم دافعون وباستماتة على هذه الميليشيات، يعني ما أعرف أنتم مقتنعين أن هم ممكن يذهبون. طيب أنا وأنت موجودين يا سيد أبو بيداء، وانتظر من حضرتك مشاركة بعد ما تهدأ الأوضاع في غزة وفي فلسطين المحتلة، وإن شاء الله بيننا وبينك اتصال، وحتى نشوف شاركوا الجماعة لو بعدهم قاعدين يكتبون على السوشيال ميديا. خلونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في حلقتنا لهذا اليوم. ننتقل إلى المدينة المنكوبة اللي دي يتكلم السيد أبو بيداء يقول لك حرروها من داعش. تعالوا نشوف ايش بيها مدينة الموصل.
حذرت نقابات طبية من انهيار القطاع الصحي في محافظة نينوى بعد قرار حكومي بإغلاق المستشفيات الكرفانية التي تعد العمود الفقري لقطاع الصحة في المحافظة، وذلك بسبب عدم إعادة ترميم مستشفيات المحافظة منذ انتهاء الحرب على داعش ولغاية الآن. وأكدت على أن إغلاق المستشفيات الكرفانية في نينوى بشكل مفاجئ ومن دون توفير بدائل هو بمثابة عملية قتل جماعية واستهانة حكومية بأرواح المواطنين. وكشف مصدر في صحة نينوى أن 10 مرافق صحية سوف تزال في الموصل، من بينها مستشفيات كرفانية وأقسام في مستشفيات وأقسام إدارية تابعة للصحة، وذلك من ضمن توجيهات وزارة الصحة. وتعاني هذه المراكز وغالبيتها مواقع بديلة للمستشفيات التي دمرت في العمليات العسكرية في المدينة، تعاني من إهمال ونقص في المعدات إلى جانب تعطل الأجهزة المهمة، كما تؤكد ذلك شهادة ناشط من أمام الموقع البديل لمستشفى بن سينا في المدينة. لنشاهد. أكثر من شهر، أي ما يقارب 5 أسابيع، مستشفى ابن سينا يعاني من نقص جهاز مفراز عاطل عندهم، والتكلفة حسب ما افتهمنا من الموظفين يكلف 12 مليون، ورواية ثانية أنه 50 مليون، 12 مليون و 50 مليون، يعني خلف الله على الموظفين والدكاترة ومدير المستشفى والكوادر ما عندهم قصور، طبعا يقدمون أفضل الخدمات للمراجعين ولكن بدون جهاز مفراز. هناك جملة عصبية، الناس يراجعون ماكو جهاز مفراز، أكو أشخاص واقعين من السطح مدعومين بالسيارة يصعدوهم على الإزعاف ويدزوهم على المستشفيات بالأيمن بالأيسر، الله ما يقبل. نناشد باسم الإنسانية الخيرين والسياسيين، جماعة الصحة، مدير صحة نينوى، وزير الصحة، الجهات المعنية، سواء تكلفة 12 مليون أو 50 مليون، جهاز مفراز المفروض يصير جهاز مفراز إضافي في مستشفى ابن سينا، لأن الجملة العصبية أكو مرضى هسه راخدين يطلعوهم من العمليات مباشرة، بعد ما يطلعوهم من العمليات يدزوهم على الأيمن. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع، ومن الموقع البديل لمستشفى بن سينا إلى الموقع الرئيس الذي دمر في الحرب على مدينة الموصل. فبالرغم من وضع حجر أساس لإعادة تأهيل هذه المستشفى من قبل محمد الشيع السوداني قبل أشهر، إلا أن أي من مظاهر البناء لم تظهر للعيان، حيث أكد مواطنون في مقاطع متداولة أن مستشفى بن سينا شاهد على زيف الوعود الحكومية بإعمار مستشفيات المحافظة، فمنذ وضع حجر الأساس لم يتم الشروع في أعمال البناء. لنشاهد. سيد رئيس الوزراء، هاي البناية اللي عتشوفها أعتقد كنت شفتها قبل، هاي البناية هي بناية مستشفى ابن سينا، هذه البناية المهدمة اللي تم إحالتها للإعمار بمبلغ أكثر من 300 مليار دينار، وحضرتك وبحضور الحكومة المحلية وشخصيات من الحكومة الاتحادية تم وضع حجر الأساس بالزيارة الأولى، ومثل ما تشوف حضرتك لليوم موجودة، وهكذا الموصل عاد تستقبل الحالات المرضى، وهكذا الموصل عاد تستقبل الكوارث من بعد أكثر من 5 إلى 6 سنوات من التحرير، وهذا وضع المستشفيات ووضع المستشفيات الأخرى الكرفانية. مشاهدينا، نعرض لحضراتكم بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. رضوان يقول: أصلا المستشفيات الحكومية اللي يفوت عليها ما بيشي يطلع مريض، وإذا فات مريض يطلع ميت. تعليق من سلام يقول: هو شبيه المستشفى الحكومي، أبرة ما عندهم بس حب باراسيتول. سعد يقول: دائرة صحة نينوى بحاجة ماسة إلى إدارة تهتم بواقع المحافظة الصحي من توفير أدوية ومستشفيات مؤهلة بكادر يهم بعمله بصورة صحيحة، وليس في خدمة المستشفيات الأهلية فقط والعيادات الخاصة، مع كل احترامي للجميع. تعليق من سعدان يقول: لعد تدرون سرنجات ماكو ولا كانولة ولا كفوف، أختي تشتريهن على حسابها حتى تسحب دم للمرضى. كل المحافظات نفس الشيء، كل شيء صار بفلوس. طيب، ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا، إلى دائرة المرور ومشاكلها ومعاناة المواطنين العراقيين منها. تعد دائرة المرور الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ القوانين والأنظمة المرورية في بغداد والمحافظات من الناحية النظرية،
وتواجه هذه الدائرة مؤخرا جملة من الانتقادات لإجراءاتها البيروقراطية والتعجيزية للمراجعين، وكأنها وجدت لامتهان كرامتهم ووضع العراقيل أمام معاملاتهم. وفي هذا السياق انفجر مواطن غضبا بعد عرقلة معاملته في دائرة المرور من قبل الضباط العاملين في الدائرة، ليشرع بتمزيق معاملته بسبب ما لاقاه من معاملة سيئة لا تذلل العقبات أمامه أو لا تذلل العقبات أمامه. دعونا نشاهد. الله يسعدك عم سام. هاي بالمرور صار يومين من الصبح لثمانية. شوف هاي المعاملة كلها شققتها اليوم بالمرور، دفعت رسوم وغرامات، المهم سويت 4 بصمات كل ساعة يرجعوني. آخر شيء يقول لي روح للكاظمية مو يمنى، خلاني عشان كل هالمعاملة. والله أكو ولد قبلي ب100,000 صور هي. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. ينتقد سائقون رجال المرور ومزاجيتهم في توزيع الغرامات وتحريرها بدون أن يراعوا عدم وجود مرآب للاصطفاف أو وجود حالة مستعجلة تستدعي الوقوف في شوارع هي بالأساس تعاني من التهالك والقدم. ففي محافظة النجف استغرب سائق من تحرير مخالفة له وهو يصطف أمام المقبرة خلال نقله أفراد عائلته في زيارة لذويهم المدفونين فيها. دعونا نشاهد كيف علق. المرور النجف محافظ النجف طابق بالمقبرة وجتني الهيئة قلت تقبط قصوا وصل ب20,000 والسيارة صفرة هاي قدامك الله شاهد والقرآن، بس أنا مسحت هذا الرقم خاطر لا يشوفوني ووصلين هذا 20,000 وهذا مال المرور 25,000 هذا الله شاهد علي أو يوت البارحة هاي مناشدة وصلها محافظ النجف تخفيص مو طبيعي مشكور أبو جاسم. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.